تفضلي. مرحبا. اهلين. تعالي فوتي اشربي قهوه. ليش طولتي لفتحتي الباب؟ صار لي ساعه عم بق. لا خفت تفوري القهوه كنت عم بلقمها. هلا كنتي عم تسميها للقهوه؟ بعد شوي. موبايل جديد؟ مبروك. الله يبارك فيك يا رب. بس كانه غالي ما؟ لك ايه. طبعا حبيبتي. أقل منا اني احمل هيك جوال؟ ليش انا شو ناقصني؟ وهدول رجالنا شو شغلتهم؟ لازم دايما ننق عليهم، بدنا هيك ولازمنا هيك والبيت بده الغراض. طبعا حبيبتي انا ما بترك مع جوزي قرش واحد، واذا لقيت معه قبضة محرزة يا بغير تليفوني يا بطلع مشوار، انا هيك عودته. عيني يالك علينا. بس لا تفتكري اني انا اخذته هيك. بس مثل ما بيقول المثل. شو بيقول؟ بيقول حبيبتي ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. ايوه. شو هاي؟ بيصور؟ صوريني سيلفي. هاتي عملت له صوريني سيلفي. قربي. من هيك. باي بدو. شو شايفك بالبيت اليوم؟ ايه والله ما طلعت، قلت حرام امك قاعدة لحالها بقعد بونسها. تونسها؟ شلون شايف حالك السنة؟ على كيفك اخي، ولو ابو حميد انا ضمن السيطرة. ماما، شلون لقيت لي الجواز؟ ان شاء الله مرتاحين؟ مرتاح حبيبتي الحمد لله، يعني الامور منيحة وراتبي على راتبة عم تمشي الامور. ايه الحمد لله، شوف تقبرني انا بدي اوصيك على شغلة. تفضلي حبيبتي. ماما الرجال ما بيكون رجال الا اذا كان كريم على بيته ومرته. يعني إذا شي يوم مرتك طلبت منك شي غلط ما بتقلا ما معي وأجليها مالي أدران. هلا لو بدك تتدين أو تشتغل شغل إضافي لازم تأمن لي إياه. بعدين مرتك رولا بنت أصلها ما لها نقاقة وكل يوم إلى طلب. ماما أنا مو حارم بيتي أي شي ولا شي طلبته هي ما جبت لها إياه. طب بدي أسألك سؤال، قد صار لك ما جبت لها هدية؟ يعني ما صار مناسبة ما جبت لها فيها هدية. شفت شلون؟ مو ضروري يكون في مناسبة، لازم كل فترة كل ما بتكون متبحبح بتجيب لهدية تفرح لقلبها لتحسسها انك مهتم فيها. ايوه هلأ كل واحد بده يتبحبح بده يجيب لمرته هدية، شي عيد زواجي، شي عيد الأم، شي عيد الفالنتين. والله ظريفة القصة. لا بلال ياها يا مو، بقعد أنا وياكي هون مروي وقعد عم ونسي. ما حذرت منوب، أنا ماني مصدقة انت انك تتخرج انت لحتى جوزك تخلص منك. هي معناتها إذا بدك تجوزيني يا مو خلص بأمرك أنا، بس ما ببل غير أسكن عندك هون وأقعد بونسك وبروي. وما بدي حدا يونسني دخيلكم، وحمل حالك وقوم جيب لي أغراض الغدا. يلا هلا هيك صار الحكي يا مو. قوم أحسن لك. يلا بسرعة بأمرك. لا قوم جيب الغدا. صحيح ما بدك ما بدي جيب هدية يا مو. لك قوم استعجل ما بقى لحق. هدية شو بدك تجيبون؟ خلصنا. بدي جيب له هدية. أعطيني هدية. لك بده ياني أحكي بده يعني يحكي. خلص خلص الا لاما خلص شو والله بالله. لك على شو؟ ما في شيء ما في شيء. ماما داليا هي خلص. لك مين هي داليا؟ ما في شيء. داني يلا يلا سلامتك حبيبي. لك شيء باي حبيبي. يلا عم صاير مثل المتشار. طالع اكل نازل اكل بسرعه. الله يعيننا بده تاخذه طول عمره هيك. مو انت شو وصيتها يا ستي؟ من لا انت بنت خالتي كانت بفرنسا. ايه بس شو حبيبتي كانت قد حالها. ليه جوزة فرنسي؟ لك ايه طبعا. بس هي شو كانت على طول على بدي وجبلي ولازمني، وهو كان مثل الخاتم بإصباطه. ايه لك ايه شو ايه. لحد ما اجا يوم قالوا له حرام خفي عليه شوي، ايه والله جوزك آدمي ومحترم ما بيصير هيك. والحمارة ردت عليهم. وليش حمارة بقى؟ ما هاد جوزها لازم تحبه وتدلله، مو تروح تطلب منه كل شوي غراض يوم يركض وما يلحق. وهن هيك اقنعوها لحد ما شو لقيته بعد شهر بالمطعم عم يتغدى مع وحده ثانيه. إيه لكن حبيبتي الرجال بس يتبحبح لازم يجي مين يمصله دمه. بس هديك بفرنسا مو مثل عنا. شو بده يحكي الواحد؟ بس أنا لازم أمشي لأن أبو وسيم صار على وصول. إيه؟ إيه؟ ابقي عيديها لكان. إيه؟ أكيد حبيبتي أكيد. يلا بخاطري. تفضل. الله معك. مع السلامة حبيبتي.
ما حدا احسن من حدا. بدي اعبي البراد كلياته. أربعة كيلو لحمة. كيلين جبنة. كيلين لحمة. كيلين بندورة. ليمون. حبيبي أنا هون. بيبي قبل ما تعبت تكسلان نزل على السوق جيب لي غراض. يا خلص روحي تكرم عيونك، المسا بنزل وبجيب لك اياهم. لا هلا بدي اياك تجيبهم لبين ما انا حضر لك ورقة الطلبات الثانية. هاتي شوف ورقة الطلبات اللي ما بتتأجل. كل هدول روحي؟ هدول لنا ولا للبناية؟ لا لنا، بس انت بتعرف انا ما بحب يكون ناقصني شيء لا بالبيت ولا بالبراد. لك على راسي روحي ما حكينا شيء، بس لحمة وجاج وخضرة وفواكه وحلو كولا ومولا. يعني بيقرأ هالطلبات بيوجعوا راسه، شلون بده يشتريهم ويدفع حقهم؟ قول مشان المصاري. هلا بروح بجبلك. لا تروحي ولا تجي، خلاص مقلوع رايح جيبهم. سائل جلي عدد 2 3 دواء غسيل عدد 3 صابون 4 معطر جو عدد 2. اشتهيت من الله تفاجئني بشي هدية مرتبة. لك حتى موبايلي أنا اللي شاريته. ما فكر بيومي بدل لي اياه. يخرب بيتها كمان هي الجردونه ام وسيم حامله موبايل جديد قال. ماشي قصي من هون ورايح لحق على طلبات. الله ياخذك ان شاء الله وياخذ فردتك وياخذ كذبه. لك يخرب بيتك بحالك، جبناه من الزلمه نورجيه لواحد عندنا بالشغل مشان يشتري، بتقومي دغري بتحط عينك عليه مشان الو كيفك جارتنا؟ الو كيفك ماما؟ الو كيفك اخي؟ لك يخرب بيتك الله لك الله الله يوفقك. بتعرفي هذا اذا بتاخذيه بدي 10 شو؟ لك شو 10 شو؟ 10 سنين ما بوفي حقه. لك ما حكيت فيه، حتى شريحه ما حطيت، اتركي يا يومي. لا توقف. لا يا بوسك قسما بالله بصلخ كفى لا برسلوني افهمي لك ورجيت الحلاق علينا لك لا تورطينا لا تورطينا لك هلا ما في مين يشيلنا يا بنت الحلال شو بكي؟ لك انتبهي لبيتك انتبهي لك اخ رايح انا على الشغل رايح رجع على صاحبه زعل عندك طلع عندك طلع عندك انا بوسي تستاهل أحلى عشاء على التعب اللي تعبته اليوم. تستاهل أطيب عشاء؟ وين اللبنة؟ وين الجبنة؟ المرتديلا؟ لك على القليلة جيبي صحن فواكه هيك مبرينا بس. يعني شرط إذا جبتهم اليوم تاكلهم اليوم؟ بعدين مالي خلق اليوم اشتغل شيء. على التعب اللي تعبته اليوم بالمطبخ والجرد هلكت. يلا يعطيك العافية معك حق تتعبي، والله الله يعطيك العافية. يلا منيح، هي جبتي كل أغراضك وارتحنا لشهر. إن شاء الله. شو هاي ان شاء الله؟ حسيتها ملغومه يعني، شو قصدك؟ لك ما بقصد شيء، بس ما بتعرف شو ممكن يطلع لي اغراض ناقصه لسه، ولا ناجلهم للشهر الجاي؟ لا شو تاجليهم؟ قولي لي عليهم فورا بجيبهم، تصبحي على خير. انت من اهله. بس استنى علي، بس بدي شريك اغراض، بعمرك ما اشتريته. صباح الخير استاذ. صباح النور. خير ان شاء الله استاذ، اليوم جاي على بكير. اي والله يا ابو عبد، بيني وبينها هربت من البيت. خير ان شاء الله استاذ؟ كله خير، بس هربت من الطلبات لانه هلا بدها تمسكني جيب مدري شو حط مدري شو.
قلت هروب. يا على الحال يا استاذ، انا ما لازم اروح على البيت، لازم ضل نايم هون انا استاذ. الله يستر ما تكون مرتي. معنا امسوك استاذ، هي قلم ورقه مشان تلحق طلبات استاذ. تفضل. سلام استاذ. الو. روحي يا عمري. لا حبيبتي والله عندي مقال من الصبح مستعجل عليه. موجودين روحي الورقه والقلم. يا تفاح جوز موز بردان، كل هدول فواكه روحي. طيب خس بقدونس خيار، ايه مشان السلطة. فهمت عليك. بندورة. ايه حبيبي، بس هدول الاغراض سجلتهم عندك؟ تمام، يلا باي. شفتي ماما؟ ما عم ارحموا طلبات وغراض. ما شاء الله كتير شاطرة، فرحانة بحالك يعني؟ كتير عم تعرفي تتصرفي؟ ليش انا بشو غلطت؟ ايه والله البراد ما عاد وسع اغراض، ولا المنظفات ما عاد في لهم محل بالخزن. اي خلصنا بقى. لك طبعا رح يكون مبسوط يجيب لك ياهن، وهو عم يضحك ويلعب عليكي. يضحك علي انا؟ طب ليه؟ لك طبعا الاكل اللي بده يدولقه بدك تكوني انت تعذبتي بطبخه، والمنظفات بدك تنظفي له اواعيه وبيته، يعني قد ما جاب هو الكسبان. لك يا بنتي لما بدك تطلبي شيء اطلبي شيء عليه القيمه تستفيدي منه. كيف يعني؟ ما فهمت شو بدي اطلب. لك حبيبتي روحي، ما شفتي اختك كيف مشنشله بالذهب؟ لك هذا غير اواعيها ومكياجاتها، واذا لقيته مرتاح شوي ها شوي بتروح بتحجز بتروح رحله على اوروبا. لك دخيلك تعلمي، انت فرحانتي لي بشويه منظفات واكلات طيبه. لك انا جوالك بستحي فيه قدام الناس لما بتحمليه، ولي على قامتي. لك جاي بدي اشوف بنتي قديش شاطره. لك طلعتي لي ضغطي، خليني اروح لعند اختك هديك بتخليني انبسط شوي. ماما خليك يادي معنا تغدي اليوم. لا دخيلك، بدي اروح لعند اختك خليها تهدي لي اعصابي شوي وتعزمني على مطعم خمس نجوم. اما رح ضلني هبله بنظره يورجاني انا افلح من ريما. يغزي العين يغزي العين. شو استاذ قصي عندك عزيمه؟ لا والله يا ابو وسيم، بس بتعرف يعني طلبات البيت ما بتخلص، جيب لي هاي وبدي هاي. ايوه يعني هو انا ما دخلني استاذ قصي، بس يعني بدي اقول لك شغله هيك عدم المؤاخذه، مو كل ما المرأة هبلت تمها وقالت لك بدي غرض على حالك بتنط وبتجيب لها اياه، لكن لا طلبات النسوان ما بيخلص بنوب، بنوب اسمع مني، بعدين الله وكيلك خايف عليه، خايف لا سمح الله يصيبك ديسك او تشحد او تنجلد. بس كمان ما حلو الواحد يكون بخيل على بيته ابو وسيم، حلو يكون بيته كامل مكمل مو ناقصه شيء. مشان هيك ابو وسيم اب زنفت علي، اسمع جار اذا بدك تخرب بيتك لحالك فانت حر، مو تخرب بيوتنا كمان الله يرضى عليك. وانا شو دخلني بالقصه؟ لسه بيقول لي شو دخلني، شو دخلك؟ اسمع استاذ اذا انت الله عطيك من واسع علمه ونحن ناس معترين وعلى قدنا. ايوه عم تفهم. تفضل تفضلي. ابني الله اللي خلق النسوان ما احلى. ركز معي هلا ركز معي. ايه اسمع يعني فنحن موظفين على قدنا الله يرضى عليك. شو انت فكر حالك انت موظف انا لا؟ ما مثلي مثلك انا موظف، بس انا كريم حبيبي، انت شوي ماسكها هيك قالت ام وسيم يعني. هيك قالت ام وسيم؟ ايه. يعني سيرة ام وسيم وحرمتك يعني على مؤاخذة، كمان حرمتك حلوة وشايفة حالها على نسواننا. حق طبيعي تشوف حالها على نسوانكم. ايه هذا عن اذنك بدي روح اعمل لي شي غرض للبيت. يلا معك. تفضل روح. الله معك. انت روح. ايه رايك؟ منين بدي روح؟ من هون رايك؟ بيبي. اهلين روحي. يا عمري يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. تكبر قلبي. سلموا ايديك. حبيبي. ايه حبيبي. جيبي لي كاسبه. مو على عيني. على امرك على امرك. سلم يا روحي عطشان. تكبر قلبي. صحة وهنا. على قلبك حبيبتي. صحة وهنا. على قلبك روحي. بيبي وانا حبيبتك. عمري. مرتك. انت العشق. وانا البيبي. انت الصمصيم تبع الروح.
يعني هلا اذا طلبت منك شغله هلقت قدها كثير تافهه وصغيره، ما بتخجلني؟ روحي لا تقولي لي انه ناقصنا اغراض للبيت. لا تقبر قلبي، الله يرزقك يا عمري، ولا مو منقص ابدا ابدا شيء على البيت. لكن شو الموضوع حكي؟ يعني انت مو ملاحظ انه موبايلي صار كثير قديم ولازم تجيب لي واحد جديد؟ عم تحكي جد انت؟ شو عم بصير معك؟ شو عم بصير؟ كنتي قولي هذا الحكي قبل ما اجيب الاغراض وادفع عليهم كل هالمصاري، مفكرتيني مليونير؟ من وين بدي اجيب مصاري انا من وين؟ والله هي مو مشكلتي، مشكلتك. خذ امسك. مشكلتي؟ ليش ايمت كانت مشكلتي؟ ايمت فكرتي فيني شي مرة؟ ايمت قلتي يعطيك العافية يا حبيبي؟ ايمت قلتي انه من وين هذا البني ادم عم يجيب مصاري؟ شبكي روحي شبكي شو صاير لي؟ بعدين شو بو موبايلك؟ شو بو؟ في واتساب وفايبر كل شي فيه، فيسبوك فيه. لحظة وين رايح بالكاسة يا هاتا؟ خير على فكرة قصي، بدي موبايل يعني بدي موبايل. قصي طب بيبي انت ليش معصب هيك؟ يعني شو هالشي اللي خلاك تنام بلا اكل؟ هي انا شفتك نايم بتيابك ما عصبت عليك؟ ما في شي حبيبتي، ما في شي، ليش الواحد لا يعصب؟ ما في شي لا يعصب الواحد، كلها شقفت موبايل صغير، يعني شو هالشغلة العظيمة؟ طب يعني بيبي معقول ام وسيم هي الشرشوحه تحمل موبايل جديد وتقعد تجاكرني فيه، ولا رفقاتي اللي بالشغل كل وحده حامله موبايل هالقد قده وعم بتجاكرني فيه، وانا مرت الصحفي المهم العظيم معي موبايل من ايام الخطبه؟ معقول؟ يا روحي نحن شو بدنا بالعالم؟ شو بدنا بالعالم؟ كل واحد حسب قدرته، ونحن هلا مو قدرتنا الموبايلات الجديده. قدرتك ولا ما لا قدرتك، كل اللي عم بطلبه منك موبايل، لا عم بطلب منك تسافرني على اوروبا اسبوعين ثلاثه، ولا عم بطلب منك تجيب لي سياره جديده، ولا عم بطلب منك تجيب لي طقم ذهب او الماس حبيبي، كل اللي عم بطلبه منك موبايل. هلا امك ليش ما ضلت على الغداء؟ راحت تشوفها لريما. شو دخل امي؟ ليش كل ما صارت شغله بتقلي وانا امك؟ حق معك، شو دخل امك؟ وين رايح قصاي؟ لسه ما خلصت حكي انا. ماشي يا نبوشي. مسك ماما، اشتري لمرتك موبايل ولا تخليها زعلانة. بس ماما. ماما لا تبسبس، الله يرضى عليك، الدنيا فيها يسر وعسر، بعدين أنا أمها شو حتاكلهم علي؟ إن شاء الله بكرة الله لما بيعطيك بتشتغل شي مسلسل أو غنية بترجع لي إياهم وفوق حبة مسك. الله لا يحرمني إياك. ليك ماما، إمتى ما احتجت مصاري بتقلي؟ أساسا هي المصاري لمين؟ إلك ولا أخوك؟ مو لحتى تضلوا مرتاحين ومبسوطين؟ قوم تقبرني الله يرضى عليك، اشتري لرولا احلى موبايل، مو تسترخص مشان تشوف حالها قدام اهلها ورفقاتها. الله يخلي لي اياك. باي باي. الله يرضى عليك الهي يا رب. حلوة الأغنية هاي. زعلانة مني؟ شو هذا موبايل جديد؟ قصاي شو عرفك انه بدي له هذا الموبايل بالذات؟ كيف؟ حط ايدك هون قلبي. يامرني قلبك. ايه يا عمري لك كثير بحبه انا، هذا كان بدي اياه. هذا هو مبروك روحي. الله يبارك فيك. بس مشان تعرفي قديش انا بحبك وما بهون علي زعلك بنوب بنوب بنوب. تقبر قلبي يا عمري. طب خلينا بهالمناسبة أعمل لك أطيب عشاء ونسهر أحلى سهرة للصبح، وأنا مو مشتاق تسهر معي. شو مو مشتاق؟ أنا المشتاق. رح غير ثيابي لبين ما تعملين هالعشاء. إيه؟ ماشي بيبي. طب شو قولي قولي. لا تطول علي. أنت اللي تطولي علي. يلا. تقبر قلبي. لك وينك مع اساس من نص ساعه تنزلي لعندي؟ بردت القهوه. والله تاخر ابو وسيم لنزل، بتعرفي ما بقدر نزله قبل ما يفطر وشوف شو ناقصني اغراض بالبيت ووصي عليها. هاتي. ما باركتي لي بموبايلي الجديد؟ وينه؟ ترا حلو. ترا ان شاء الله الف مبروك.
الله يبارك فيكي. هلا احذري شو انا دقيت لك مشان تبعتي لي هي البرامج من موبايلك لموبايلي لانه ما لحقت نزل عليه شيء. الله يصلحك يا رولا، ليش ما خبرتيني قبل ما انزل؟ ليش مو جايبتي معي؟ لك في حدا بيطلع من بيته ما معه موبايله؟ لك لا لا مو هيك القصه. شو لكان؟ حبيبتي هذا الموبايل صار قديم وطلع احدث منه واشياك واحلى، فقلت انا لحالي شو قلت؟ ببيع الموبايل القديم يلي مثل هذا وبجيب الموبايل الاحدث لانه كثير يعني انمعط وانعجق وتشرشح وكل الناس اللي ما لها طعمه صارت حامله منه، فقلت لحالي بجيب الموبايل الاحدث. وانا بطبعي يعني ما بحب كون تقليديه، بحب دائما الشيء الجديد، ما بحب لكل الناس بتحمل مثله. ايه هاتي. على كل حال حبيبتي انت لا تحكليها، بس تقنعي جوزك يجيب لك موبايل جديد ببقى بنقل لك البرامج عليه. يلا باي باي. بين الايادي انا سمعت اصواتكم من ورا الباب، قلت يعني هيك اجي احكي معك كلمتين يعني بدون ما حدا يسمعنا. طب تفضلي لعندي فوتي. لا لا ما في داعي بدي احكي معك هون على الباب، يعني هيك يا ريت تفهمي حكي منيح وكلامي مزبوط. قولي شوفي. هي ام وسيم قصصها كثيره وبتحب كثير الحكي واللد. حبيبتي هلا انا يعني مو تدخل، بس انا مثل امك وحابه انصحك. المثل شو بيقول يا بنتي؟ الرجال جنة والمرة شو؟ بنا. يعني الشطارة مو بكترة الغراض، المرة الشاطرة يلي بتعرف تدبر حالها وبيتها بأقل شو؟ التكاليف. وإذا زودت الحمل كتير على جوزها بتخسره، بتعرفي شو يعني بتخسره؟ والمرة يلي بتعرف تحافظ على بيتها أكيد رح تعرف تحافظ على جوزها. عن جد خالي؟ لك طبعا عن جد. شوفي حبيبتي انا خليني فوت جهز الاكل لابو ليلى، بتعرفي دائما مستعجل، رايح مستعجل وراجع مستعجل، وحياتك قضى عمري كله هو مستعجل. حبيبتي سبتك اي شيء دقي علي ولا تخجلي، فهماني انا مثل امك. لا اكيد اكيد خاله. يلا حبيبتي عن اذنك. اذنك معك. حبي كيفو القمر؟ روحي عمري. ليك قصي ما تحكي معي ولا كلمة، ها مو طايقة حالي لهون واصلة معي. خير حبيبتي خير؟ صاير شي؟ لا كتير خير. لك بس فهمني، يوم نزلت على السوق لتجيب لي موبايل ليش تنقي لي موبايل مشرشح كل العالم حاملة منه؟ اه لك انا مو مرتك مو حبيبتك، ليه لحتى تشرشحني قدام العالم؟ اه لك يا ريتني ضليتني على موبايلي القديم لسه كان اشرف. وهي موبايلك خدو ما بقى بدي اياه. ماشي يا بنتي خليكي ورا حكي الناس، خليهم يفيدوكي. انا الحق علي مو الحق عليك. انا اللي اتدينت مصاري وخنقت حالي بالمصروف مشان جيب لك موبايل جديد. ماشي بس الله يسامحك. يا الله ليش هيك حكيته انا؟ كيف صار عم بشبه امي؟ بعت لي حم عليك يا خصي، والله انت ما في منك. لازم بس يرجع راضي لازم. والله معها حق، يعني مو ضروري زعلها. لو ادينت قرشين تانية كنت جبت لها الموبايل الاحدث. وكمان هي والله منيحه وما لها نقاقه. ايه اول مره بتطلب مني شيء؟ مو مثل غير نسوان بدي وبدي، ولك أول مرة بتطلب غرض لحالها. بس أكيد مو منها، كله من أمها وحكي أمها، لازم راضيها. هلأ بروح لعند أمي وبتدين منها كم ألف وبجيب لها جهاز الأحداث. تقبريني رمنو؟ ما بدي ما بدي. طب احكي لي شو صاير معي؟ مو صاير شي. شو صاير معي؟ كل القصة انه السيد لؤي مو شايفني كلياتني على بعضي؟ كأني هيك شي فازة او كنباية بالبيت؟ لا بس هو مو مقص عليكي شي،
أحدث الموبايلات جايب لك، سيارة وعندك، وروحات وجيات وسفر وسياحة وشوبينج ومجوهرات، لك شو بدك أكثر من هيك أنتي؟ لك خدوهم كلهم، خدوهم، أعطيني لحظة حنان وحدة، لحظة اهتمام بس. لك أنا شو بدي بالموبايل إذا ما بقدر أحكي معه وأطمن عليه وكل وقت مشغول؟ شو بدي بالسفر إذا بدي أقضيه لحالي وهو بعيد عني؟ بس طبعاً أنتي ما حتحسي بهالشي، لأنه دائماً قصي معك وبحبك وبيدللك. كل عن أبو المصاري على أبو الغراض مقابل لمسة حنان واحدة بس. يا عمري تعي لعندي، تعي تقبريني. أي شو هالإيدين؟ روحي بعرف إني تقلت عليك، لا توازيني يعني، شو بدي أعمل؟ لا تقبرني، هاي مصاري بتجي بتروح، المهم أنت ومرتك تكونوا مبسوطين. تقبشيني عديتيهم؟ لك حاجة بلا لكن حبيبتي بما انه تأمنوا المصاري رح دق لها واسألها على الموبايل اللي بدها اياه مشان ما تعمل فيني مثل هداك، جيب له واحد وتزعل مني. ايه الله يرضى عليك. عمى مكسورة شاشة روحي هذا. شلون انكسر وهو بجيبتك؟ شو بعرفني؟ يا ما بيتصلح. طيب دق لها على الارض اسألها. ما في مشكلة ماما، انا رايح على محل الموبايلات، منه بخليه يصلح لي اياها لهاك ومنه بشوف شو بدها بدق لها من هنيك. بدك شيء؟ لا سلامتك تقبل. الله يخلي لي العمر كله والحلاوة كلها. باي روحي. شكرا. الله معك. هون أعرف. ايه الله معك. كل هلا مسكر خطك؟ لازم يشغل بالي يعني. خلاص انت تعال وقل لي بحبك وانا ما بدي منك شي. معك حق يا ريما، بحياة الغراض ما بتعود عن الحب. قصاي قصاي بيبي وينك لهلا؟ انشغل بالي عليك، ليه مسكر موبايلك؟ رحت لعند ماما اتدين منها شوية مصاري لحتى جيب لك موبايل احسن من الموبايل اللي ما عجبك. ما حلوة يعني مرتي قدام رفقاتها يكون موبايلها اقل من موبايلهم. قلت لدق لك لحتى اعرف شو الموبايل اللي بدك. وليش لحتى ما تدق لي؟ ليه ما اتصلت؟ لاني سحبت الموبايل من جيبتي، لقيت الشاشه مكسوره والبطاريه رايحه، نزلنا على محل الموبايلات قلنا له صلحهم، دفعنا نص المصاري اللي تديناهم. نعم نعم نعم. لك يا حبيبي انت هذا اللي شاطر فيه، لك قول في عندك شيء اهم، لك عم بتروح بتدين مصاري كرمال الشاشات والبطاريات؟ ولا ما بقى فيك تقعد هلا بلا موبايل؟ اي والله لو لازمنا اغراض للبيت ما كنت رحت تدينت. يا بشو ما عليك بس بي عم بمزح معك. انت روحي عمري، كلمة بحبك ولمسة حنية منك تسوى عندي الدنيا كلها. بديل الدبلي واطبع عجبينك هالقبلي هالليل فيكي مكتملي وهيدا المطلوب. صرت رفيقة عمري وروحي الحبيب اللي بتسكن روحي اللي بتداوي همي وجروحي وهيدا المكتوب. بشعلك أصابيع العشرة انت بقلبي جوا وبرا بكرة اسمك يحمل اسمي وتعمر بحياتي هالبسمي حبك لدوب. صار وقت بديل التبلي واطبع عجبينك هالقبلي هالليل فيكي مكتملي وهيدا المكتوب. صرت رفيقة عمري وروحي الحبيب اللي بتسكن روحي اللي بتداوي همي وجروحي وهيدا المكتوب. انتي اغلى شي بحياتي رح حبك حتى مماتي رح بتكوني صدر البيت لاني هيك تربيت بهالقلب الطيور.